النهارده هنعمل لبن رايب بالكركديه بمناسبه رمضان، ونحن عموما بنحب نشرب لبن رايب بالكركديه. هنعملهم النهارده الاثنين في عصير واحد. المكونات بسيطه جدا، عباره عن لبن رايب وكركديه وشويه سكر للتحليه. هنجيب الخلاط، كركديه، السكر. نخلط. وطبعا ندور بس الخلاط، خلطهم مع بعض بسرعة كده عشان يدوا طعم أحسن. كده العصير بتاعنا جاهز.